أهلا أعزائنا مشاهدينا، تحية محبة وسلام ونعمة في اسم الرب يسوع المسيح. العالم اليوم بيفتخر بالقوة، بيفتخر بالغنى، بيفتخر بالعظمة، بيفتخر أنه أقوى من شعب آخر أو متسلح أكثر أو أعظم. وهذا هو مقياس العالم، مقياس الناس للناس. اليوم أنا عاوز أتكلم عن شيء مهم، عن كلمات قيلت عن والي بعد سبي يهوذا، السبي البابلي، رجعوا لأورشليم، والله استخدم واحد اسمه زروبابل. يقول الكتاب المقدس في سفر زكريا النبي إصحاح 4، والكلام موجه للحاكم أو الوالي زروبابل، مكتوب: لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. من أنت أيها الجبل العظيم أمام زروبابل تصير سهلا. وهذا وعد كتير كتير جميل، طبعا بيتكلم في عصر زكريا لأنه كان في رجوع في أيام الفرس، والفرس كانوا متسامحين ويطلبوا من اليهود بابل أو يهوذا يرجعوا إلى أورشليم وحتى يبنوا الهيكل. وهي كانت تتميم لنبوة إرمياء النبي إنه راح يكونوا في السبي مدة 70 سنة. ابتدأت في مملكة بابل نبوخذنصر سنة 586 قبل الميلاد، دمر أورشليم والهيكل وأخذ كتير يهود على 3 دفعات إلى السبي البابلي. لما انتهت 70 سنة لتتميم النبوات، الله نبه روح كورش واستخدم الفرس حتى يرجعوا اليهود من السبي البابلي في أيام الفرس بعد 70 سنة إلى أورشليم، وكان على 3 مراحل. المرحلة الأولى في أيام زروبابل الوالي، وكان عنده مهمة محددة أن يبني هيكل الرب مكان العبادة على جبل المريا. والرجوع الثاني كان في أيام عزرا الكاهن، وكان الخدمة المحددة له هو تعليم شريعة الرب وإرجاع الناس إلى الرب. وفي سنة 444 قبل الميلاد الرجوع الثالث كانت في أيام نحمية حتى يبنوا أسوار أورشليم للحماية. وهي الكلمات بيتكلم لزروبابل، مكتوب: لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. والمؤمنين اتخذوا من هذه الآية كوعد شخصي في كل الظروف في كل الأحوال، مع أنه بتتكلم تشجيعا لزروبابل أنه يكمل بناء الهيكل بغض النظر شو التحديات، بغض النظر شو المواجهات أو المضايقات. أنت عندك خدمة محددة، الظاهر أنه ابتدأوا في بناء الهيكل ووقفوا شوي، فكان النبي زكريا والنبي حجة شجعوا زروبابل كمل بناء الهيكل، لأنه ما في قدرة بشرية أو إنسانية ولا أي قدرة أخرى، لا بالقوة ولا بالقدرة بل بروحي. روح الرب اللي موجود فيك واللي عليك هو اللي راح يساعدك إزاء كل المواجهات والضيقات والتحديات. الله راح يعطيك نعمة إنك تكمل هذا البناء. وفعلا إحنا بنتعزى كتير كتير من هذه الآية، لأن الآية بتشجعنا، ولا سيما في هذه الأيام التحديات والمواجهات من كل نوع. كل شوي بتسمع خبر ضد المسيحيين، في نيجيريا عم بيقتلوا المسيحيين، والخبر المؤخر تحويل كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد، وهذا ليس شيء غريب على المسيحيين. فالظاهر إنه التحديات والاضطهادات والمواجهات والصعوبات تسير جنبا إلى جنب مع المؤمن المسيحي. بس المؤمن المسيحي مش عايش في الجسد أو السلوك الجسدي، ولا تطلعاته في الأرض،
وليس بعيش حسب ممالك هذا العالم، إنه في مملكة المسيح، وإن سلوكنا في هذه الحياة لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. فإذا إحنا محتاجين نعمة، محتاجين حكمة الرب. تعرفوا بولس رغم كل عبقريته ورغم كل الحكمة اللي أعطاه إياها، وإنه دارس الفلسفات القديمة وعنده طرق ووسائل للحجة والإقناع، لكن عندما كتب لكنيسة كورنثوس قال لهم كلامي وكرازتي لم يكونا بكلام الحكمة الإنسانية المقنع بل ببرهان الروح القدس والقوة. إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء. إحنا محتاجين الحكمة الإلهية من فوق، هذه الحكمة اللي بتخلينا نسير في هذا العالم، أو كما قال المسيح لأتباعه كونوا حكماء كالحياة. فبشجع زربابل بغض النظر أنت الله دعاك أنك تكمل، وفعلا أخذ مدة 10 سنوات حتى استكمل الهيكل، ولكن تشجع بكلام الأنبياء سواء حجة أو زكريا، وكلام الرب تجاهه أنه مش بالقدرة ولا بالقوة بل بروح الرب اللي بيعطينا هذه القوة. لما بحل روح الرب اللي ساكن فينا ومنمتلئ يوميا من روح الرب، عندها نستطيع أن نكمل كما مكتوب كل ما خطر في بال سليمان أكمله لبناء بيت الرب. وهكذا في مخططاتنا، في قراراتنا، في أمورنا نحتاج إلى حكمة الرب، نحتاج إلى معونة الروح القدس، نحتاج إلى قدرة وقوة الرب في حياتنا، لأن حربنا ليست مع دم ولحم، حرب روحية، لأننا وإن كنا نسلك في الجسد لسنا حسب الجسد نحارب. اسمع ما يقول مزمور 20: هؤلاء بالمركبات وهؤلاء بالخيل، أما نحن فاسم فاسم الرب إلهنا نذكر. وإحنا بنتذكر القصة القديمة اللي بتتكلم عن داود الغلام الجميل، كان لسه فرخ شاب صغير بالعمر، لكن تحدى جوليات الجبار العملاق الكبير اللي كل حياته كان محارب. اسمع كلمات داود المشجعة. قال داود لجوليات: أنت تأتي إلي بسيف وبرمح وبترس، وأنا آتي إليك باسم رب الجنود إله صفوف إسرائيل الذين عيرتهم. هذا اليوم يحبسك الرب في يدي فأقتلك وأقطع رأسك، فتعلم كل الأرض أنه يوجد إله لإسرائيل. واليوم أحب إحنا منمر في نفس الظروف، كأنه الكنيسة مش معبر في هذا المجتمع، فإحنا منصلي أنه أمجاد الكنيسة ترجع مش بالقدرة ولا بالقوة لكن بالحكمة وبروح الرب. مشان هيك قال النبي إرمياء في إصحاح 9: لا يفتخرن الحكيم بحكمته ولا الجبار بجبروته ولا الغني بغناه، بل بهذا ليفتخرن المفتخر بأنه يفهم ويعرفني إني أنا الله. بدء الحكمة هي مخافة الرب ومعرفة القدوس فهم. يعني فعلاً محتاجين نعرف الرب ونفهم الرب ونمتلئ من روح الرب، عندها نستطيع أن نواجه العالم مش بحكمتنا ولا بقوتنا ولا بإمكانياتنا ولا بجبروتنا ولا حتى بذكائنا ولا حتى بعقولنا، لكن بحكمة الرب وبقدرة الرب وبمعونة الرب. وهي النعمة اللي الله بعطينا إياها اللي بتلمس العالم، بتشوف المحبة بتتغير، وبشوف قوة حضور الله اللي بتلمس الناس بتتغير، وبشوف انه الله مش صامت، الله حي، وبشوف انه الله فعلا ما زال حي ويجري الآيات والمعجزات. فأنا أؤمن بهذا الإله.
هل تؤمن بهذا الإله؟ أنا بدعوك اليوم حتى تتعرف به وتسلم، وإن تعرفت والتقيت به مكتوب: وأما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يسيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. شو رأيك إنه هذا اليوم يكون قرارك؟ جربت الحكمة، جربت القوة، جربت الذكاء، جربت المعرفة، جربت كل الإمكانيات وكلها باءت إلى الفشل. شو رأيك في هاي اللحظة نحط ثقتنا في الرب ونقول: معونتي من عند الرب صانع السماوات والأرض. ربنا يباركك. إذا أنت بتحب تكون شريك في العمل، شارك هذا الفيديو، وكمان منحب نسمع منك. الرب يباركك.